النهارده معانا صينيه كنافه كمان بالتمر والعسل، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، لان التمر مفيد جدا والسنه النبويه ده بيبقى موجود على الفطار او في الحلويات بتاعتنا، والكنافه لما بتتعمل بالتمر مش عايزه كلام. وتعالوا مع بعض نعمل صينيه كنافه. ازاي نعمل صينيه كنافه بالتمر والعسل؟ مقاديرها على الشاشه، كنافه وتمر وعسل وشويه ميه زهر زي الفل، وصينيه حلوه معانا بالشكل ده كده. تعالوا نعملها مع بعض سريعا، مش هتاخد منت. هنحط الصينيه دي على نار كده واحنا شغالين اهو اهو، وناخد الكنافه والتمر بتاعنا. شوف المقادير على الشاشه يا شباب بعد اذنكم. اهو ايديا اهو، وادي الكنافه معانا هي كمان لو عايز تشوفها اهو، حياه كلها كنافه هنا اهو زي الفل. الصينيه فيها ملاحظين حاجه هنا، لما اشتغلت في الحلويات بغير الكلافز على طول عشان تبقى الحلويات بتاعتي مش كارفه لا توم ولا بصل. الصينيه دي مش هتاخد مني دقيقه، خلي بالك الوقت اللي هو بقينا من البرنامج هنشوف صينيه احلى صينيه كنافه بالتمر والعسل. هناخد الكنافه دي كده نسقطها هنا كده، كنافه متحمره مسبقا بالشكل ده كده، واسويها، وانا بسويها كده بالراحه خالص، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده اهو، واسيبها على نار هاديه والفها كده زي اخواننا السوريين لما بيعملوا بالكنافه بالجبنه على نار هاديه اهو، تاخد البصمه اهو اهو. حلو يا عم الشيف، الله يبارك لك اهو، الشكل ده حلو تمام. نجيب التمر بتاعنا اللي احنا هرسناه مع سمنه بلدي ونص كوب من الحليب، ادانا المزيج الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده اهو. انا عايز اداري صينيه ارضيه الصينيه بالكنافه، حلو الكلام. اخد التمر ده كده اسقطه هنا، الله عليك. لا صينيه كنافه بتتكلم مصري، لان التمر ده بتاع سينا بتاع الواحات. الفها كده وانا بلف كده كده، الطريقه دي بقى خليك زي المعلمين كده اه اه، معاك الاسبانيولا دي كده وتلف بقى كده اه اه اه. حلو، ناخد الكنافه نسقطها تاني على الوش زي الفل، تنزل الكنافه كده اهو، بس المره دي هنزلها بيدي معلش عشان اتحكم فيها كده اهو، شفت الجو وهي على نار هاديه اهو. تسلم ايدك يا شيف اهو، وهسويها كده بايدي واقلبها في الطبق وازينها بالفوز والحلبي اهي، واحدة واحدة اهي، واشربها بالعسل. تسلم ايدك يا عم الشيف، اخدها زي ما هي كده وارفعها من النار كده. ايه الاخبار؟ زي الفل، السمنة البلدي مسيحاه وزي الفل. اجيب طبق التقديم بتاعي، اللهم صل على النبي، زي ده كده، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي اهي. اخدها هنا كده اهو مع مخرجنا الحلو، والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، اهدى عليها خالص لغايه لما اجهز السفره بتاعتي. طالما عملنا صينيه كنافه بالتمر والعسل، تعملي يا عروسه يا حلوه يا اموره يا امي يا خالتي يا عمتي، تزينها بالتمر عشان اللي يقعد على السفره يعرف ان الكنافه دي بالتمر، مش هنخسر حاجه. تاخد شويه الشربات الحلوين دول كده، والاختيار ليك هنا. في احد المصورين هنا حبايبنا او تقريبا في الكنترول قال لي يا شيف غازي، ينفع اشرب الكنافه دي بالحليب المكثف؟ ينفع يا غالي. ما طبعا في رجاله بيهوى المطبخ، والراجل لما بيهوى المطبخ ويخش المطبخ للامانه بيعمل احلى اكل اهو، بس طبعا مش احلى من الزوجه خلي بالك اهو، لان المطبخ مملكه الزوجه. انا شربتها دلوقتي شويه ايه عسل كده، الكنافه خلاص باي باي جاهزه للاكل.